أجرى كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري لقاء مع وزير رئاسة مجلس الوزراء بدولة تيمور فيديليس مانويل ووفانا بهذه الرسالة. التعاون بين الدول والتكاتف للوصول لحلول على أرض الواقع هي السمة الرئيسية لكوب 27، ولكن أيضا مهم جدا بجانب هذه المشاركة هي التعاون في الاتفاقيات وكيفية الوصول لاتفاقيات ملزمة لهذه الدول لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع. هناك العديد من الدول النامية التي تأثرت بشكل مباشر من التغيرات المناخية التي كان السبب الرئيسي فيها هي بالطبع الدول الصناعية، ولكن هناك أيضا بعض الدول التي ليس لديهم التمويل الكافي للتعامل مع هذه التغيرات أو التكيف حتى مع هذه التغيرات. معي الآن ضيفي وهو مبعوث دولة شرق تيمور، وهي دولة بجانب دولة إندونيسيا شرق تيمور إيست تيمور، مستر بريزيدنت، وهو مبعوث رئاسة الوزراء ومبعوث الدولة مستر فيديليس ماجاليس، سيحدثنا عن يعني آليات التعامل مع التغيرات المناخية في إيست تيمور. يور اكسلنسي، ثانك معليك، شكرا لك لانضمام الينا في القناة الاولى. شكرا جزيلا. لقد كنا نتحدث عن مجموعة من التحديات المناخية التي يتعامل معها العالم بأسره. كيف تتعاملون مع هذه التحديات المناخية وكيف تأثرتم بها؟ إنه تحدي خطير، لأن في بلدي نعتمد على النفط وهو مصدر دخلنا، ولكن نحن بحاجة إلى تنويع مصادر اقتصادنا لأننا دولة جزرية صغيرة نعتمد على التنوع الحيوي البحري، وهو أمر مهم لبقائنا على قيد الحياة. عندما ينفد من لدينا النفط فإننا بحاجة للاعتماد على السياحة، وإذا وقعت السياحة ضحية للتغيرات المناخية فلن يكون لدينا أمل في تنويع مصادر الاقتصاد في المستقبل. لقد تأثرنا بشكل كبير بالتغيرات المناخية، ويوجد خسائر سنوية تتعدى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مياه سطح مياه البحر والحموضة. كل ذلك قد يؤثر بشكل كبير على بلدنا، وهو أمر مهم لبقائنا على قيد الحياة. إذن كيف تعملون مع هذه الشواغل؟ لقد ساهمنا واستثمرنا بشكل كبير في الصمود والمرونة، ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل التنوع واستخدام الوقود الأحفوري بدلا والاعتماد على الطاقة المتجددة. ولكن لسنا أكبر مسببي التلوث في العالم، نحن ببساطة ضحايا. إن انبعاثاتنا أقل من 1%، ولكننا نعاني بشكل كبير منها، وذلك بشكل جزئي سببه الشمال المصنع الذي صدر أزمة وجعل المناخ يتغير على مدار 200 عام الماضية. من وجهة نظرك، هل ترى أن الدول المصنعة يمكنها في المساعدة في تمويل فرص جديدة؟ وهل تعتقد أن من مخرجات قمة المناخ 27 هل ستلعب دورا أساسيا في هذا الأمر؟ هذا معروف واتفقت عليها الوفود، إن المصريين وقمة المناخ الآن في 27 يجب أن تكون قمة من أجل الأفعال. يجب أن يكون هنالك أفعال واضحة وملموسة، وذلك من أجل البناء على ما حدث في قمة المناخ 26. ولقد تعهدت الدول بتقديم 100 مليون دولار أو مليار دولار، ولكنها لم تنفذ ذلك، له تعهد سنوي. لذا على الدول أن تتخطى مرحلة التعهد. يجب عليها أن تحشد الموارد وتتأكد من أنها من وجود التمويل لائق يمكن أن تصل إليه الدول النامية، ويمكنها المساعدة في بناء بنية تحتية مرنة وصامدة أمام التغير المناخي، من أجل زيادة قدراتهم الوطنية على التعامل مع التغير المناخي. أن هذا أمر مهم للغاية، وأنا مسرور للغاية لوجودي في مصر. أعتقد أن قمة المناخ 27 في شرم الشيخ يجب أن تكون قمة من أجل الأفعال. شكرا جزيلا لمعاليك، شكرا لانضمامك إلينا.
ربما كان هذا أيضا جانب من الرؤى المختلفة للبلاد التي تأثرت بشكل سلبي من التغيرات المناخية. والشرق تيمور أو إيست تيمور هي إحدى الدول التي تأثرت بشكل مباشر، وحسب يعني تعبير مبعوث شرق تيمور لكوب 27 أنها تصرف أكثر من 300 مليون دولار سنويا للتعويض فقط عن الخسائر الخاصة بالتغيرات المناخية. وتحدث أيضا عن فكرة التطبيق للتعهدات التي يعني تعهدت بها الدول الصناعية خلال الفترة السابقة في غلاسكو على سبيل المثال بالمئة بليون دولار، ولكن الأهم أن تزداد هذه التعهدات وأن يتم تطبيقها على أرض الواقع. وشرم الشيخ ربما هي بادرة الأمل لتنفيذ هذه الاتفاقيات المسبقة.